السيارة من وين سرقت؟ من قدام البيت، طلعت الصبح وما لقيتها. تكفى يا حضرة الضابط تكفى، الهلي رأس مالي رجعوا لي. أبشر أبشر، استمارة السيارة موجودة معك؟ الاستمارة؟ بالهلي بالهلي حاطها بالدرج. طيب حافظ رقم لوحة السيارة؟ اي حافظها، دال لام ميم، لا دال لام نون. ذكرني باسمك معليش. عامر. الله يحييك أخوي عامر، عندنا يا عامر نظام، أي بلاق في أي سيارة مفقودة لازم تحضر الاستمارة الأصلية أو صورة منها. معلش الصورة موجودة عند الوالد بالبيت، أبو راح أجيب هوجي. يلا توكل. يلا مشينا. عسى ما خليت السيارة بوضع التشغيل. إلا مخالي وضع طيران. انثمر ما سألتك أسأل ولدي. يقصد السيارة انسرقت وأنا نايم. بلا والله مدوجانك ولفك ودورانك وقعودك من الصراحة. الاستراحة ما لها دخل يبا، السيارة انسرقت من عند باب البيت. ما خربك والله البيضة المارزة سويلح. أفا أنا يا عام. إيه أنت أنت أنت. خلاص يبا، حنا نبي صورة الاستمارة بنوديها للضابط. طيب تتمحد. تركي. تركي؟ إيه تركي، نسيت أمشي بطب السيارة وصرفته أنا. أنا متأكد إنه تركي، نصه وإحنا استراحة هو اللي زالفة، الرجال حرامي. تقول صادق. يا حضرة الضابط تركي حسود، ومن يوم حنا صغار وهو ناشب لي بكل شيء. ايه بس ودي تعرفون حاجة واحدة، انه لو جبنا المتهم وحققنا معه وطلع بريء له الأحقية ان يرفع عليكم دعوة في المحكمة. اقصر قبتي تسنى مو بهو وروح وما جاك علي. يا حضرة الضابط تركي هو اللي سرق الهلي. يا عيال يا عيال خويكم امسكوني ما سويت شيء، الودي شنو مزين يا اخي فزعة. يا عيال تكفون، عامر صالح يرحم والديك. اسحب عليه بس. أنا يا عامر سارق سيارتك؟ أنا تركي خويك. الخوي ما يسرق خويه يا خاين العشرة. اسمع أنت وياه لا تكثر كلام. تركي السيارة اللي خدتها وين وديتها؟ اعترف لي هالحين. المتهم تركي عليه بلاغ بسرقة سيارة أخرى اسم محمد بن سعد بن علي. هذه سيارة عمي. ودي توقف. يلا يلا ودي توقف يلا بسرعة. يا هو يا عسكري يا عسكري والله ما سويت شيء يا ابن الحلال. من زينك يا عامر اسرق سيارتك للهلي؟ بريء والله بريء. لا يا شيخ بريء، كل الناس اللي تجون هنا يقولون بريء بريء. معك تركي. معك مطلق. انت ايش قضيتك؟ لا ما سويت شيء بريء زيك. يا الحبيب يا الغالي انت ويا ولادك، تركي ولد اخوي فشلني قدام ناس واجد، انا وهو انا عمه سرق سيارتي مرتين، بس وش تبين اسوي؟ وش تبين اسوي يا الربع؟ ولد اخوي واخوي الله يرحمه موكلني عليه، طلبتكم يا الربع تكفون انكم تتنازلون عن القضيه. وشلون نتنازل والسياره ما ادري وينها؟ اكيد انه يا صاد من فيها او شاب من فيها، ولد اخوي عارفه زين، حقودي وحسودي وتذوب بعد تذوب، طلبتكم تكفون يا الربع تنازلوا على القضيه. والله ما تنازل. والله ما تنازل. لا تنازل خلاص، لا انت ولا ابوك لا تنازلون ابد، خلوا ولد اخوي يقعد بالسجن. اقعد يا تركي اقعد يا تركي.